السيد علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك يدين ما حدث للفلسطينيين فجر اليوم في غزة، حيث كتب السيد علاء مبارك على حسابه الرسمي والوحيد على منصة التواصل الاجتماعي إكس: تستمر إسرائيل في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في حق الفلسطينيين، وهي من أبشع وأخطر الجرائم الإنسانية التي يعاقب عليها القانون الدولي والجنائي. وأضاف السيد علاء مبارك مجزرة أخرى وحشية ترتكبها إسرائيل فجر اليوم في غزة، وأكثر من 100 شهيد، ومن المؤسف والمخزي أن كافة الإدانات الدولية جراء المجازر التي ترتكبها إسرائيل وقرار المحكمة الدولية بضرورة وقف العمليات العسكرية هي والعدم سواء. والجدير بالذكر أن الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة دخلت يومها 309، واستهلته قوات الاحتلال خلال صلاة الفجر بمجزرة استشهد فيها أكثر من 100 شهيد بعد قصفها مدرسة تأوي آلاف النازحين. بينما أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن جيش الاحتلال قصف النازحين بشكل مباشر خلال تأديتهم صلاة الفجر، مما رفع أعداد الشهداء بشكل متسارع. وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدرسة التابعين التي تأوي نحو 2000 نازح، وكان يفترض أن تشكل ملاذا آمنا لهم بعد أن غادروا بيوتهم ومساكنهم،